أهلا بكم. اليوم رح نحكي بسرعة عن موضوعين مهمين. الأول بيتعلق بشروط الانتقال لولاية بتدعم برنامج كفالة السوريين أو فنامة، والثاني بيتعلق بتسهيلات فيزا الزيارة للمقيمين بمناطق الزلزال، وكمان تطور هام بفيزا لم الشمل بيتعلق بشرط اللغة. بس قبل كل هالشي حابب اتشكر الناس اللي عم تترك لي تعليقات لطيفة، لأنه بالفعل يعني أحيانا بحتارش كيف بدي أرد عليها. وصدق من قال محبة الناس لا تقدر بثمن. ومنروح للموضوع. بالنسبة لموضوع كتير انسألت عنه، هو إمكانية الانتقال بشكل جزئي لأحدى الولايات الخمسة اللي فيها برنامج كفالة السوريين أو فنامة للاستفادة من هالبرنامج. أنا جاوبت أكثر من مرة ورح أحط لكم الفيديو بالأخير، أنه تم فعلا قبول من لديه ملدة بشتيتوغونغ ضمن ولاية أو فنامة، لكن برأيي لازم يكون مقيم فعليا فيها، لأن هيك بيقول القانون. أمس كنت بحديث مطول مع مسؤولة مركز الترحيب بالأوسلندر بهيردة بهامبورغ، وهن الجهة المشرفة على برنامج أو فنامة، والموافقة المبدئية تصدر من عندهم. فسألت عن هالنقطة لأن الموضوع مو سهل، يعني في تكاليف للشخص اللي بده ينتقل. جاوبتني بالحرف الواحد، إنه ليستفيد من برنامج أو فنامة لابد تكون إقامته الوحيدة في الولاية أو إقامته الرئيسية فيها، يعني إما الإقامة الوحيدة أو الرئيسية. وسابقا بالفعل ما كانوا يتحققوا منها، لكن بعد التمديد صاروا ملزمين يتحققوا من سبب الاستقدام وكمان من إقامة القريب بالولاية. يعني باختصار، إذا كنت خارج الولايات الخمس وبدك تنتقل لوحدة منهم لتتمكن من إحضار أهلك، رح أجمل لك النقاط يلي لازم تنتبه لها حتى ما تتكلف على الفاضي. أولا بدها تكون إقامتك الوحيدة في الولاية، يعني أنت بميونخ انتقلت تورينغن، بدك تكون صارت إقامتك الوحيدة فيها أو إقامتك الرئيسية فيها. يعني ممكن يكون عندك إقامة جانبية يعني مسجل بميونخ لكن الرئيسية بولاية الأوفنامة. الشيء الثاني انك تقيم لمدة 6 أشهر بالولاية قبل تقديم الطلب، وبالنسبة لبرلين تقيم سنة كاملة. هلأ طبعا لسه في وقت بالنسبة للست أشهر، لأن البرنامج ممدد لآخر السنة وبعدنا بالربع الأول من العام. وحتى بالنسبة لبرلين يلي بتطلب إقامة مدة سنة كاملة قبل تقديم الطلب، لكن برنامج أوفنامة فيها تم تمديده 2 سنين، يعني أيضا في وقت كافي. الأمر الثالث أنه عقد العمل ما يكون بفترة البروبات سايت، لأن رح ينرفض مهما كانت قيمة العقد، ولازم إما ينكتب العقد بدون فترة تجربة أو تنتظر لانتهائها قبل تقديم الطلب. إذا انتبهت لهالنقاط الثلاثة فطلبك ما بينرفض أبدا، طبعا إذا محقق بقية الشروط. الموضوع الثاني موضوع فيزا الزيارة لمتضرري الزلزال. لسه اللجنة الوزارية ما أنهت عملها، لكنه حتى اللحظة يعني عملها مقتصر على تسريع واختصار الوقت فقط، وتم منح 15 فيزا بيوم واحد، وهذا برأيي ما زال قليل جدا كونها ما توصلت بعد لحل عدد كبير من المسائل العالقة، وأهمها برأيي مصير الناس خاصة السوريين بعد انتهاء فيزا الزيارة. يعني بطريقة أو بأخرى إذا بدهم يوافقوا بدهم يعرفوا أنه معظم هالعالم ما رح تقدر ترجع، ولما بيحلوا هالموضوع أو بتصدر نتائج اللجنة أكيد رح أخبركم. لكن التطور المهم تسريع موعد لم الشمل لأصحاب الحماية المؤقتة في حال الاستقدام من مناطق الزلزال. ومعرفة المناطق المتضررة يعني واردة بالقرار وكل الناس بتعرفها، لكن المهم أنه تم اعتبار كامل حلب وطرطوس واللاذقية من ضمن المناطق المتضررة، وبالتالي من لديه ملف شمل بإحدى هاي المناطق صار بإمكانه يأخذ موعد سريع جدا. الأمر المهم أيضا بالنسبة لإحضار الزوجة أو الخطيبة بما يخص موضوع اللغة، بالحقيقة لم يتم إلغاء شرط الحد الأدنى من اللغة المطلوب اللي هو A1، لكن القرار بيقول بإمكانية التجاوز عن هذا الشرط لحالات فردية إذا كان لا يمكن إثباته أو كان من غير المنطقي طلبه في المناطق المتضررة بالزلزال. شو معنى هالكلام؟ بيعني شيئين، يلي عاملة دورة فعلا ما مطلوب منها تجيب وثيقة إثبات يعني لصعوبة الحصول عليها وفقدان الناس للكثير من وثائقهم الشخصية، أما للي ما عملت فمن غير المنطقي يقول القرار مطالبتها بعمل دورة لغة ألمانية بظل ظروف حياة الناس المتأثرة بالزلزال. أي تطورات جديدة بما يخص هالموضوع أكيد رح أخبركم فيها، ويلي له سؤال أو تجربة يا ريت تتركها بتعليق. دمتم بخير. أي نعم.
إيه نعم.